يلا السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بصح لاباس. اليوم غادي نديرو واحد الحرشة الكسكروت. درت فيها دابا كيلو ديال السميدة رقيقة، نقسمها شوية شوية، نقسمها هاد الشي هذا باش ندردرو عليها نفرشو ليها وندردرو عليها من الفوق. درت شي ملحة، درت فيها معلقة ديال سنيدة، بغا ندير فيها خمارة ديال الحلوى، ها هي، وندير فيها معلقة ديال خميرة ديال الخبز. غادي نخلطو مزيان مزيان. إلا كانت عندكم خميرة محبة ممكن تغبلوها. كيلو ديال السميدة هدا رقيقة، غادي نعجنها بشوية الماء، لا بارد ما سخون، يكون دافي شوية، غادي البرودة. هي الطريقة ديالي في الليبيزية. عندي كاس ديال الزيت، مغديش نديرو كامل، غندير غير قيس، غادي يرمل ليا، غادي يرمل ليا الحرشة ديالنا. نخلط مزيان كي داك الزيت دخل فيها مزيان، وديك الخميرة ما تبقاش باينة ديال الحلوى، أنا نسيت ما غربلتهاش، كنسمح. نزيد واحد شوية باش متجيناش ناشفة. دابا غادي نخلطوها بالماء دافي مباشرة، بلا ما تسنى حتى شي حاجة، نخلطوها مباشرة، ندير الماء دافي، يعني كل ما كانت خفيفة كل ما كتجي رطبة و كتجي زوينة و مشيشة، ما تخلطوش من الماء، راه السميدة كتشرب. نشوفو كي خفيفة خفيفة، وغتشوفو من بعد كي غادي يجي هادشي كلشي غادي ينفع في الآخر، غادي يجي رطبة وسهلة. نخليوها تلتح شوية حتى لما تشرب، ماشي أنا دابا درت المقلة باش تسخن، وكنديرها في البلاصة سخونة، وخليها باش تشرب، وصافي المهم با خمس مينوت هانتوما خلصو الحرشة ديالكم. هانتوما البنات هي شربت، باقا خفيفة ولكن شاربة، شربت داك الما كاع لي درت فيها البيلة راه شرباتو كلو. هاد الطريقة ضروري باش تجيكم حاجة زوينة بحال ديال ديال الزنقة، وحسن من ديال الزنقة، مزغادي تشوفو من غادي تطيب إن شاء الله. الزنقة سخنتها سخونة، دابا غادي ندهنها بشي زي الزيت، هانتوما داير سيدي كنا أنها سخونة، عادي تبان ملي غندير ليها السمنة تبان ليكم كتغلي سخونة، ديرو المقلة سخونة، ولكن ملي تحطوها على العافية تكون مهيلة بزاف، غادي تستعمل ريش صغير باش عندو هذا الحلقة واسعة بزاف، يعني باش طيب مع باش دوز الحرارة على النقلة كاملة، هادشي كافي. دابا غادي ندير ليها السميدة لي خليت قبيلات، شتيو هانت راه الدخان، راه باين الدخان عندها سخونة، ماشي دهاش بعدا، شتيو الدخان طاغا شوية، غادي نكركبها هكا مزيان، تجي تجينا باينة. انا غادي نكركبها دابا، شتي كيف ندير ليها كنجمعها بهاد الطريقة هادي حتى كتكور غير بوحدها، وغادي نديرها في المقلة وغادي نضربها بالطريقة ديالي، نفزت يدي بالماء باش متلصقليش في اليدية. هانتوما شوفو الحشا ديال الزنقة زوينة، ولكن مكاينش محتاجين ديال الدار،
عندك في الداخل تطلقوها ونضربوها حتى على حسب ما غندوز كيلو ديال السميده هي غتجيني مع هاد المقله تجي معها نيشان. نشدو واحد المعلقه صغيره غادي نجمعها من الجناب قاده باش تجي قدامنا شويه ما تجيناش موجه. هذه الشوربه اللي غادي تجي غادي تجينا كلها غادي تعجبكم. هانتوما دابا غادي ندير عليها السميده من الفوق غادي تنفخ باش تشوفوا مع داك الماء اللي درت فيها غادي تنفخها شويه غاتجي حاشا زوينه وتحطوها وانتوما مرتاحين ليها كلشي غادي تعجبو ان شاء الله. كانت غادي ندير عليها السميده نحيد هاد البارتي هادي وحتى دابا غادي نسقبها من الوسط وكا سيب هادي هي هدا وحدا صافي نجيبها لي شي وحداكم باش تشوف هي غادا شويه يعني غادا بحال غادي نطفيها هي راه شعله شويه فوالا بحال هكدا ونخليها فوق العافيه ونتبه لها مره نجي نطلع ليها. هانتوما يدنا دابا راه بدات تحرك اللي تشوفها كتحرك لكم بحال هكا مره ما ديرو لها هكايا باش العافيه توصل للجناب الاخرين باش ما تلصقش واحد الجهه. هانتوما ملي كندور بهاد الطريقة هاكويا كتجي بالعكس يا هانتوما هانتوما شتي كي ولات دابا بدات تشرب شتيو هنايا شتيو هانتوما العافية مهيلة هاد هدا هو الوجه ديالها باش أي غير يشرب هنا شوية يكون ميبقاش رطب بحال هنا يولي بحال هكايا نقلبوها إن شاء الله وغادي تشوفو إن شاء الله غادي فيها تجي الحاشا ديالنا. غادي نقلبها دابا هانتا دابا كتحرك كثر نشوف كي ولات دابا باغا نحركها شوفو دابا هانت عندي صينية كتجيني على قد المقلة وغادي نقلبها بهاد الطريقة هادي بسم الله هانتوما نشوف إن شاء الله جات غزالة تبارك الله طيبة غادي نخليوها تسخن من الجهة الأخرى وغادي نوريوها ليكم. هانتوما شوفو راه حامر ديك السميدة هي كاينة تحت غادي نحيدوها وغادي تولي غزالة هانتوما البنات دابا الحشا ديالنا طابت الله يعلم بها السميدة دابا ولات تحمرات كنبدا نبارك عليها هانتوما الشيف الشيف كي جات غزالة تبارك الله غزالة تبارك الله مرا طيبة هانتوما طيبة هانتوما شوف الشيف طيبة وحمراء وهشيشة أهم حاجة أن هشيشة يعني كل اللي عنده سمك ما عنده سمك هانتوما هانتوما شوف الشيو كي جات تبارك الله يعني رطبة هانتوما طيبة رطبة هشيشة نقطعها قدامكم غادي تشوفو كي غادي تجي هانتوما ها هي الحشا ديالنا وجدات غنوريكم كي جات من الداخل كتجي غزالة ويطلقوها عليها كلقوها حنا عندنا دراري صغار وكاين اللي ما عندوش سنان تيبغيو الحشا تكون تكون زوينه وتكون رطبه على حساب هانتوما شوف هانتوما شوف انا غادي نهزها دابا هنايا راها طايبه شوف شوف كي تبارك الله رطبه طايبه ما بيضه ما حتى حاجه وهشيشه كيف حال ابا ابا شوف كي جات نتمنى تكون الحصه ديالنا عجباتكم هذا هو الكسكروت ديال اليوم سلام عليكم.